أنا بنفسي أتكلم عن نفسي أقول له ركبت مع مطاوعة، مو أنا ركبت معهم، ركبني واحد شيخ معهم، كنت طالع من مكة القصيم، ويوم ركبت قال لي الشيخ الزخير أبو براهي أبو عبد الله قال اركب معهم، قلت خلني معك، قال لي أركب معهم، ركبت وزكت السيارة عنهم ومشيت لي 50-60 كيلو عن مكة، ولبكت عند محطة فيها مكينة سكريم، تعرفون سكريم ذا اللي بالمكينة، واشتريت سكريم. يوم ركبت السيارة وصرت ألحس الكريم صاروا كذا يناظرون، يناظرون بي، أنا سخفت الحقيقة، قلت ممكن نقط على السكريم، قالوا أتلحس؟ إي والله يا أخي، قلت ألحس الكريم، قالوا أتلحس؟ هم يتكلمون لغة عربية فصحى، قلت هل في التلحيس بأس؟ قالوا نعم، اتق الله ودع التلحيس فإن هذا خال من المروءة. قلت أخوي ليش يبني ألحس وسط السوق؟ أنا في السيارة طريق سفر، ما عندي أحد في السيارة. قال اتق الله، لا يجوز هذا، اتق الله ودع التلحيس، وصاروا يجون علي. قلت اسمع أيها القوم، هم يتكلمون لغة عربية، لن أترك التلحيس حتى ينتهي الاسكريم، واهجد الله يجزاكم خير. والله يا أخوان ما وصلت منطقة حوالي 600 كيلو اسمها الجدية، نشف ريقي، اشتريت فصفص ناظروبي حب يسمونه، أتأكل الحب؟ اشتريت علك البار غندورة؟ أنت امرأة تعلك؟ رجوا مخي، حرموا علي العلك والفصفص والاسكريم. شو العالم ذي؟ هذا لا مطاوعة، لكن شديدين ولا لينين؟ هاجر نبيل، في نوعية مثل كذا ترى، في بعض الشباب الله يهديه يروح جمعية الإصلاح ولا إحياء التراث ولا أي جمعية خيرية في الكويت ويزيد إيمانه ويتقوى إيمانه، وأبوه ما زال في ضعف إيمان، فأول ما يدخل على أهله يسوي لهم مشاكل. واحد عند الله دخل والأخوات عند التمثيلية وقاعدين يتفرجون المنسجمين، قال ويلكم يا قوم أتنظرون إلى المنكرات، ويأخذ التلفزيون طق طق يكسره. جاء له وين التلفزيون؟ والبنات يصيحن، اخونا ذا اللي كسر التلفزيون، وياخذ العقال ويبدا شحطه، احد 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 احد، الله يجزاك خير، وينك وين بلال بن رباح؟ والله ما عندك سالفه. الان هذا سبب حساسيه لابوه ولا ما سبب؟ رد يا اخوان، ابوه يمكن يكره الجماعه اللي راح معهم، وين رحت؟ قال رحت لجمعيه اصلاح، الله لا يوفقها الجمعيه، ليش؟ لان الولد ما اتى بالطريق السوي الصحيح، والا ترى غالبا الناس غالبا فيهم فطره، قد يكون فيهم شواذ امثال فرعون عندما شط على موسى وأنكر وأنكر، وإلا الأصل إذا جيت للناس باللين أنا أحلف بالله أن 80 إلى 85% يقبلون الله تأثير على شباب وشابات الأمة مثل الإعلام. الإعلام هو الذي وضع بصماته في كبير الشباب، هو اللي صور قضية الشاب أنه علاقته بوحدة خلاص تكمل حياته، إذا حب وحدة الشاب الآن هذا باعتقاده أنك ملك حياته. قلت الواحد شاب زام عليه قبل كم يوم أنا أحب وحدة ويا شيخ ما أنا وحالتي حالة، والله يا شيخ إني حالتي حالة، صدق يا شيخ إني أكلمك وإني أتخيلك هي. قلت عيب عليك يا أخي، رجال تخيلني ما تستحي على وجهك. قال اعذرني يا شيخ والله إني أتخيلك إنها. قلت عيب يا أخي تقدم معي. فكلمت شوي وخليته وجهته بعض التوجيهات، والله العظيم زام علي، أمي تشهد كانت معي الله يمتعها، زام علي قال الله يا شيخ الله يشرح صدرك يشرح صدري، ولا من أول بنت تخيل من قالك الحب حرام، لكن اترك حب قلة الحياة اللي على ما قال الشيخ أي واحدة في السوق يحبه وخلاص. شو الكلام ده؟ إذا جت مرحلة وتخرجت من فترة الدراسة الحمد لله هاكي بزوجونك مو قصرين، صح يا شيخ نبيل؟ لا تسبق الأحداث.